I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States' proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. مع إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، اتجهت الأنظار إلى الجنوب والجيش اللبناني تحديداً الذي تلقى على عاتقه مسؤولية كبرى في تنفيذ القرار 1701. الجيش المنتشر جنوباً بألويته وأفواجه العسكرية وعديده بشر فوراً تعزيز انتشاره جنوبي الليطاني، لا سيما أن المؤسسة العسكرية أعربت عن كامل الاستعداد لتنفيذ ما ستقرره الحكومة اللبنانية حول القرار 1701. الجيش اللبناني منذ 2006 أرسل 8000 جندي إلى الجنوب اللبناني مع قوات الطوارئ الدولية وفقاً للقرار 426 والملحق للقرار 425، وهو موجود في الجنوب مع قوات الطوارئ، لكن خفف عديده وعتاده نظراً لأسباب كثيرة يعني. ومع انسحاب قوات جيش العدو تدريجياً جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوماً، ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان كما ورد في بنود الاتفاق. مهام الجيش الحالية هي أن يكون المهام القتالية بيد الجيش اللبناني، والقوات الطوارئ الدولية هي قوى مساندة. الحماية السياسية للجيش اللبناني أمر محسوم، إنما المطلب الأساس هو تجهيزه بالسلاح النوعي، خصوصاً بعدما أفشلت محاولات تغيير المعادلة الأمنية جنوبي الليطاني وتثبيت اعتماد القرار 1701 بكافة مندرجاته. إصرار اللبناني على تطبيق 1701 وفق مندرجاته هذا إصرار هام جداً، بحيث أن لا تتغير مهام الجيش حتى تبقى السيادة في الجنوب بيد الجيش اللبناني واليونيفيل هو مساند. اليوم يعني حاولت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بناء بعد ضغط إسرائيلي أن تغير هذه المهام، بحيث تقلب المهام، تصبح اليونيفيل لديها المهام القتالية والجيش اللبناني مساند. لم تفلح، لأنه مرجعية هذا القرار هي مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن يرسم هذه الحدود وهذه المهام بتوافق جميع أعضائه، وإذا أي تغيير في المهام يجب أن يوافق عليه، ولا سيما عندما تهدد فرنسا باستخدام حق الفيتو إذا ما كان هناك تغيير في المهام. هذا ما كان يحرص عليه نتنياهو باستبدال قوات الطوارئ الدولية بقوى متعددة الجنسيات، بحيث أن هذه القوى متعددة الجنسيات لا تخضع، لا مرجعية لها مثل مرجعية مجلس الأمن، وتستطيع خلق المهام التي تريدها. ما يقارب 50 شهيداً للجيش اللبناني دفعوا أرواحهم في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. استهدفوا عمداً، التزموا بقسمهم حفاظاً على العلم وذوداً عن الوطن لبنان. وسيبقى هذا المشهد حاضراً في أذهان كل اللبنانيين. We are defending our land. That's it. عسكر بس لك لا.